الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان. سل الملوك النازلين بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن. وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني. يا من إذا نزل المسيء بساحه ستر القبيح وجاد بالغفران. يا رب وفقني أن أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن. يا رب في حشري فكن لي ناصرا عند الصراط ومنصب الميزان. يا ربي وأوردنا بحوض المصطفى نسقى هنيئا من بيد العدنان. يا ربي أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. إلى ساحة القرآن الكريم مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير ملك المقامات ومحرك القلوب أكثر شعبية دولية وقارئ الملوك والرؤساء فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب قارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. لا غربي
أسس هنا نور على نور نور على الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيما مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء هنا نور على نور نور على نور نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء في بيوت أذن الله أن
يسمه يسبح له بالغدو والآصال رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له والآصال رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير من غرس الهدى بستانا
زرعت حروف النور بين شفائهم فتطوعت مسكا يفوح بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. فسبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة النور، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها الفقيد الراحل. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كان بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، ملك المقامات ومحرك القلوب والأكثر شعبية دولية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، قارئ الملوك والرؤساء، والقارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، مشاركة مع الهندسة الصوتية معرض الفن الإضاءة الحديث المهندس أحمد فوزي حرب، قصور الضيافة المتنقلة الحاج محمد مسلم، أسرة الفقيد الراحل الأستاذ عاصم محمد مسلم، يتقدم المعلم نبيل مسلم، أستاذ صلاح محمد مسلم، حاج كرم حجاب، الحاج صالح عبد الفتوح عطية. قدمونا جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء مشاركا واجب العزاء.